كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك. ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه والسعاده، ان شاء الله دائما في امن وسلام بكل ارجاء الارض. We are promoting peace and harmony, hopefully always peace in all religions and every background. So peace on earth to all. Ramadan Mubarak. Dina Sharara. كل عام وانت بخير. أهلا. نحن كلنا عباد الله. رمضان مبارك. كل عام وانت بخير. كل بيوت الله المقدسة من السينغاغ للتشيرش للماسك، كليات هاي بيوت الله مقدسة. نحن دائما بنحب السلام ولازم ضد أي اعتداء على بيوت الله كلها. My name is Ilham Mahfouz. I'm an artist. We condemn any violence against any houses of God, if it was synagogue or church or a mosque. Happy Ramadan to all. Peace on earth and for the love of humanity. Have a beautiful day. Ramadan Mubarak. No matter what your religion or what you believe in, we're all one human being and should support and respect each other. In a month of Ramadan, I stand with the U.S. Arab Radio campaign. We're all God's servant on equality for all. Despite your color, your race, your religion, your belief, happy Ramadan. السلام عليكم. أنا حمزة بالعزوق من الجزائر، أعمل كصحفي حر وأيضا أعمل في المجال التربوي. حقيقة مبادرة مميزة أطلقها مجموعة من الإعلاميين في راديو صوت العرب من أمريكا، تمثلت في شعار كلنا عباد الله في رمضان. يعني هذه المبادرة التي أقل ما يقال عنها أنها مبادرة يعني تستحق التشجيع، فهذه المبادرة التي تدعو إلى التعايش في سلام وتدعو إلى حرمة الاعتداء على كل دور العبادة مهما كان الدين المتبع، فالدعوة إلى سبيل الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فكلنا عباد الله.